السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة العرب الايت. في الجزء السابق كنا سالينا مع لاجو الموديفيكاسيون لا سوبريسيون ديال لي كونتاكت. كنا في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نديرو الاخر، نشوفو كيفاش نديرو اللوجين واللوج اوت. ف غادي نزيدو، حيت انا دابا هاد الجزء هذا راه كاع ما كنتش مدخله في كيسميتو في البروغرام هاد لابارتي هادي اللي زدنا دابا. انا كنت داير غير نديرو غير لاخر، غير كيسميتو، غير كنت داير نديرو غير لابي اي ونحبسو صافي، ما نزيدش ما نديروش هاد لابارتي هادي ديال كيفاش تخدم بيها. المهم من بعد قلت معليش نزيدوها باش حتى الا ما كان شي واحد عارف يعرف انتي ماذا ما كان. فهداك الشيء علاش راني انا هادشي اللي كنزيد دابا راه كنزيدو غير مراسي، يعني ما وجدتلوش من قبل او لا فهادي. فراني غير داك الشيء المهم كنخدمو غير بحال اللي تقول كنخدمو باش تلقائيا وصافي، يعني ما كاينش استعداد قبلي ولا شي توجيهات ولا المهم بحال اللي راه حنا عطاونا شي امتحان ولا قالوا لنا صوب لنا شي ابليكاسيون اللي كدير هادشي. anyway المهم غادي نزيدو واحد الفاريابل، هاد الفاريابل هادي نسميوها لوجد تروا فولس، وغنزيدو واحد اخرى نسميوها التوكن. هادي غتكون فيها التوكن اللي غادي تجينا من السيرفر فاش يتكونيكتا ليوتيليزاتور، وهادي فاش يكون مكونيكتي بها باش غنعرفو واش مكونيكتي او لا. قبل ما نقيسو في الكود ديال لوجين و لوجات، بعدا خصنا نصاوبو الفورم. فنزيدو الفورم، فراني غلطت هنايا في هادي بوان في، و غادي نزيدو فيها تومبليت. بعدا تومبليتس وهنايا غادي نزيدو السكريبت. عرفتش علاش عندي جوج ديال لي سوري، ما فهمتش منين خرجو هادوك جوج سكريبت. هنايا غادي نزيدو الداتا، هنا غادي نديرو الريتيرن، غادي نزيدو الفورم ديالنا. هنايا الفورم غادي تكون ديال هادي، تكون عبارة على موضال بحال الموضال اللي كنا زايدين ديال لاجو ديال هادي، هي اللي غنخدمو بيها. نحزو واحد شوية ديال هنا، فغادي نعطيوها انا اي دي ديال لوجين، وهنايا في التايتل، هنا في التايتل بلاصة هاد اد كونتاكت غادي نديرو لوجين. بالنسبه للريجستر، الريجستر راه ساهل كما درنا الاجو ديال، غادي نخليه لك انا اكزرسيس ديرو راسك. الاخر الريجستر، الريجستر راه بحالو بحال ملي زدنا هنايا في الفورم، زدنا كيف كنزيدو كونتاكت راه ممكن تزيد يوزر عادي بنفس الطريقه. فانا غادي نخلي لك اكزرسيس ديرو راسك، تيحس ضروري ما خصك تطبق الا بغيتي تتعلم. اما الا بقيتي متي كتعول غير على داك الشيء اللي كندير انا، فما عمرك غادي تتعلم. هادي دايمن عندي، حيت انا طحت في هاد الشيء دابا. حتى انا كنت ضروري خصني اي، مثلا الا بغيت نصاوب شي حاجه خصني ضروري نشوف شي دوره ولا نشوف شي فيديو، واخا انا عارف فهمتي، ما عارف ولكني كنقول لا خصني نشوف باش نكدا باش نعرف فهمتي. واخا انا عارف كيفاش نخدمها، ولكني ما داك الثقه في النفس ما كايناش. فلهذا خص تكون عندك الثقة في النفس وصافي، وتزعم وصافي، زعم راه كلشي كاين، كلشي كاين في جوجل، كلشي دابا الامور راه ساهلة. راه كنشوف فين الوقت اللي بدينا حنايا، راه ما كاين حتى لعبة كاع، حتى حاجة ما كاينة. كتقلب على شي حاجة ما تلقاش، مازال دابا راه كاين كلش، كاين اليوتيوب، كاين دورات الجهد، كاين لي سيت، كاين دورات اللي بالفلوس اللي بلا فلوس، عطا الله فين تقلب. اما فاش بدينا هنا ما كانش هادشي كاع.
مهم هنايا غادي نزيدو واحد اليوزر ولا نزيدو يوزر حيت هاد اليوزر ال نزيدو يوزر نعطيوه باش نصيفطوه نعطيوه ايميل غيكون فيه الايميل ولا حيت بلاتي نشوف شنو عندي في داك اليوزر شنو مسميين لي شون في اليوزر كونترولر هنايا في اللوجين فغادي نخدمو باليوزر بالاخر بالسانكتوم ماشي بالجي دبليو توكن فغادي نصيفطو لها اليوزر كونترولر واللوجين فعندنا الايميل وعندنا الباسورد فغادي نرجع لهنا هاد كونتاكت غيحيدو نرجع لهنا ونديرو باسورد يوزر باسورد وهنايا هنايا غادي نديرو ايميل هنايا غادي نديرو يوزر ايميل وهنا الانبوت تايب ايميل كاين واقيلا شي بليس هولدر تما بليس هولدر هادي هي ايميل وهنايا الباسورد وهنايا الباسورد وهنايا يوزر باسورد وهنايا هادو هنا عندنا الفونكس هنا غادي تكون عندنا بوطون وحده ديال اللوجين بوطون هنا نحيدو هاد الفيلز هنا فاش نكليكيو عليها غادي تكون عندنا فونكسيون ديال اللوجين تنحيدو هادشي اللي هنا هنايا غادي نديرو لوجين وغادي نجيو نزيدو الميثودز لتحت ميثودز هنايا غادي تكون عندنا لوجين دابا غادي نديرو غير كونسول بوان لوغ لوجين فنشوف فين وصلنا فدابا خصنا نديرو الامبورت لهاد لهاد البوطون هذا لهاد الكومبوننت هذا باش نخدمو به داخل هاد الكومبوننت ديالنا الرئيسي فغادي نجي لهنايا نديرو امبورت امبورت لوجين فروم في نفس البلاصه عندنا في نفس الدوسي اللي هو كومبوننت عندنا لوجين كنظن خصنا نديرو له ليكستنسيون الى بقيت عاقل وهاد لوجين هذا غادي نجيبوه نخدمو به هنايا فغادي نكوبي هاد لابارتي هادي نجيبوه ونزيدوه هنايا لوجين ونسدو فدابا حنا زدنا هنايا هو هدا ومازال خصني باش يعرف هاد الكومبوننت بان راه هو عندو واحد الكومبوننت اللي خصو يخدم به خصنا نزيدوه في الكومبوننت فغادي نقول كومبوننت غادي نعطيوها لوجين كومبوننت لوجين فما شنو هنا قال لك هذا كاين شي ايرور ما عرفتش ديال شنو الايرور شنو هي هاد الايرور ريسورس كدا كدا شي في كدا كدا شي كومبيلد ويد وان ايرور ايرورز كلاس كونتينر اوتسايد ذا روت اليمنتس ويل بي انيول فاحنا راه زدنا فكاين شي حاجه هنايا بلاتي شي حاجه ماشي هذيك هاد الكلاس كيفاش كلاس كونتينت انا مشيت لنا واحد الديف ما عرفتش كيفاش فعندي واحد الاكستنسيون هو اللي كيدير لنا هاد المشاكل عندي واحد الاكستنسيون هاد الاكستنسيون هذا هو اللي كيدير لنا هاد المشاكل هادو ديال
فاش كان موديفي شي ديف، فهو الا كانت شي ديف اخرى في شي جي في الديف ديال اللي كتفتح بها فحتى هي كتموديفي، بحال الا موديفيت هنا هذه اللي كتسد لتحت حتى هي كتموديفي، ولا الا موديفيت شي وحده فشي خطرات كيوقع فيه. فبزاف ديال لي زيكستونسيون اللي مانستاليهم خصني نحيدهم غير زايدين وصافي. المهم دابا حنا زدنا الفورم ديالنا ديال اللوجين، من في الجزء الجاي غادي نزيدو واحد البوطون، البوطون هنايا حدا هاد اد غنزيدو واحد البوطون، فاش نكليكيو على اللوجين، فاش نكليكيو على اللوجين غادي يطلع لنا الفورم، الفورم بحال هادي ديال اد، غطلع الفورم ديال اللوجين وندخل الايميل والمود باس، فاش نكليكي على اللوجين نتكونيكتا، فاش نتكونيكتا التوكن غادي نريكيبيريها ونحطها في التوكن، حيت التوكن هي اللي غترجع لنا، وهاد اللوجد غادي تولي فيها ترو، من بعد غنكملو لي زيتاب الاخرين. فيلا نشوفو في الجزء القادم.